مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى كذلك يربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا ونبقاو تحت الاحتراز ديالنا. اليوم معي واحد السيد اللي كان بصحته وكان بالصحيحة ديالو كان بكل شيء ليه، ولكن للأسف الشديد قدر الله ما شاء فعل المرض فاش كيجي ما كيعلمناش. هاد السيد كان خدام بزاف الحمد لله، كان كيجيب القوت اليومي ديالو وكان كيصرف على وليداته، ولكن جا مرض ديال القصور الكلوي اللي غير حياته وخلاها جحيم كيف ما كيقول. اليوم غنعرفوا التفاصيل، نعرفوا كيفاش كيعيش مع هذا المرض هذا، غنعرفوا بزاف ديال الحوايج. السلام عليكم اسيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. قولي اخويا الاسم ديالك وفين ساكن؟ محمد القرش، ساكن في مولاي رشيد. حاول الميكرو تخليه يقرب. اختي كنت خدام مزيان، كنت خدام مزيان اختي، حتى بديت كنت خدام جزار اختي سيدي مؤمن، شويه بدات كنفشل، كان تجيني الرضه حاجهكم، بديت كنشوف مشيت دوزت قالوا لي راه عندك الكلاوي نشفو ما بقاوش خدامين، وهي هذيك ما بقيتش نقدر نخدم، وتبدلت الحياة ديالي الحمد لله، سبحان الله العظيم الحمد لله، حياتي تبدلت شوية، تاني دخل القلب تاهو ضعاف ليا ولا 30%، مبقيتش نقدر نوض، مبقيتش نقدر نمشي، الهضرة بعض الخطرات متنقدرش نوض، الهضرة متنهدرش، كاع بعض الخطرات مع العائلة متنهدر، ممكن نهدر بصبعي بحال هكا، هاد المخدة هادي مكنقدرش نعس، كنبقى بارك على ركابية تيطلع النهار على حساب القلب. القلب تا هو كيضرب بزاف 30%، مبقاش خدام تا هو، كنشري لي الدو ديالو، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هادشي اللي كاين. والزوجة ديالي ما تقبلاتش الوضعية بحال ما كا وطلب الطلاق، والوليدات راه خطرة أكثرية معايا خطرة معاها. والزوجة ديالك تخلات عليك؟ ما ملي شافتني مرت، ملي شافتني مرات ما تقبلاش الوضعية، وهي باقا صغيرة الله يهديها والحمد لله. زوجات هي؟ لا. وليداتك كتشوفهم؟ لا وليداتي تنجيبهم نريحهم، نريحهم معايا كيبقاو معايا شوية الحمد لله. واخا قولنا على هاد المرض كيفاش كتعايش معاه؟ وما نكذبش عليك اختي، بوحدي هنايا تنبقى كنجي من الدياليز، عندي ثلاثة الحصات في السيمانة، ثلاثة الحصات في السيمانة، تقريبا شي 4 سوايع نعاس، تقريبا شي 5 سوايع بحال ما هكاك، ما بين الروطار ديال البرونشمون وداكشي، وكنجي بحال ما هكايا كنوجد ليا الما بزاف، كنقول لما نقدرش نوض ولا شي حاجة كيكون الما بزاف، نعمر ليا واحد البريريت ديال شي، وكنبقى بحكو بارك على ركابية هنايا، حيت ما نقدرش نعس مسافي، حيت القلب كيبغي يسكت ليا كيبقى يضرب بزاف. والحمد لله تنبقى على ركابيه بحال مكوك تنتقرح والحمد لله. هادشي اللي كاين. شنو كيقول لك شنو الحل ديال هادشي؟ الحل ديال هادشي كيقول لك تتموت، وحنا رجعنا في الله سبحانه. نديرو النداء ديالها اختي، اش غنقول لك، كلاوي نشفو مبقاوش خدامين، القلب 30%، اذا القلب تا هو زاد عليا، حتى انا ما نقدرش نوض كاع بعض الخطرات، الاكثريه ما تنقدرش نوض. دابا شكون مقابلك وخصوصا انت في هذه الحاله؟ وكي غندير كل واحد وراسي، راسي اختي راه الحمد لله كاين الله، كاين الله سبحانه وتعالى. يعني كنشوف لك انا دابا كنشوف لانك منهك وما قادرش. بزاف بزاف اختي بزاف والله بزاف والله العظيم، ما مغدي دابا كلشي منفوخه غادي مزير عليا بزاف، وانا ما واكل والو، هذه هي المشكل. هانتي الدوايات اختي ديال القلب وداك الشيء ديال، كاين الدواء غالي اللي كيخرجوا ليا غالي بزاف ديال القلب، ديال داك ديال البي تي اش، داك ديال البي تي الفريال باش داير، وانا ما نقدرش نشري هذا الشيء والحمد لله. وكاين واحد الدواء حتى هو غالي ديال الفوسفور كيدير شي 28000، وانا مريح، انا ما خدامش مريح، ما خدامش من غنجيب هذا الشيء اختي الحمد لله. واخا شنو الطلب ديالك من المحسنين؟ والطلب ديالي انا لكن شي محسنين الله يرحم الوالدين، اللي عطى شي حاجه راه يلقى عند الله السكر الحمد لله. انا بعد خطره كتخرج لي الورقه، كاين بعد خطره تكون عندي فلوس كناخذها، ما عنديش ما تنقدرش ناخذها، كنبقى نتشوى ونتقرح الحمد لله، ما تن الدهان تاع اليد الحمد لله، لاباراي فين هي
شي على باراي بلاصة البراواش. طب انت بغيتي الناس يعاونوك في الدواء؟ في الدوا اختي، في مش الدوا. هيدريكا متابعي قناة تفكير رقم ديال السيد هو 086 59 16 99. غنعاود رقم 086 59 16 99. يا ربي يشوفهم حاله، يا ربي أمين شافيه ويعافيه، وكنتمناو يا ربي من المحسنين ومن القلوب الرحيمة واللي في قلبهم الرحمة والمحنة يا ربي تعاونوا معاه في سبيل الله. كيف ما شفتوا الظروف ديالو، الزوجة ديالو تخلت عليه بسبب المرض، عايش غير بوحده هو اللي مقابل راسه براسه، وانا راه جالسه معاه مسكين هو يعني كينهج ما قادرش يهضر بسبب المرض اللي عنده. كان بصحيحته ولكن قدر الله ما شاء فعل. هذه الدنيا ما كتعطيناش كل شيء، كتعطينا شويه زوين وشويه خايب، وكل مره فيه كتجينا، مره كتجينا في الصحه، مره كتجينا في شي حوايج اخرين. فاحنا كنتمناو يا ربي يشوف فيه شي حد بعين الرحمه ولا شي محسن يتكفل على الاقل بمصاريف العلاج ديالو ويشوف فيه بعين الرحمه. الرقم ديالو هو 086 59 16 99. غنعاود الرقم 086 59 16 99. مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف، وصلنا إلى نهاية هذا البث المباشر. إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر. إلى اللقاء.